ويكان. مش نحكي اليوم في يس ويكان على بلاد دخل التاريخ من أوسع أبوابه وسجلت اسمها كواحدة من أكثر وأسرع الدول تطور في العالم. بلاد نجحت في ظرف أقل من 10 سنين مش تصنع لنفسها واحدة من أحلى قصص النجاح، وعطت للعالم درس في قدرة الشعوب على النهوض وصنع المستحيل. رسمت ملامح تجربة أطلق عليها جل المتبعين لقب معجزة إفريقيا الأولى. حلمة اليوم بتجيكم من درة البحر الأبيض المتوسط، تونس. نبدأ حلمة تونس من 7 نوفمبر 1987، تاريخ قيام الجنرال بن علي بانقلاب على الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. وتولى بن علي مقاليد الحكم في تونس واسترحيب شعبي وتأييد واسع من جل أطياف المعارضة. بعد لا أصبح بورقيبة غير قادر على تسيير شؤون البلاد بحكم تقدمه في السن وإصابته بعدة أمراض أثرت حتى على قدراته الذهنية. 87-89 اتسع أفق الحريات في البلاد، تم سماح الأحزاب المعارضة بممارسة نشاطاتها السياسية بصفة علنية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعمل بن علي على كسب تعاطف المواطنين وحج تأييد الشعب من خلال قيامه بزيارات فجائية للمناطق المعزة والمؤسسات الحكومية اللي لها علاقة مباشرة بالمواطن كما الإدارات والمستشفيات. بداية التسعينات اضطر بن علي لتزوير الانتخابات حتى يتمكن من تثبيت نفسه في كرسي السلطة. بدأ سياسة تكميم الأفواه وبدأ بن علي وأعوانه في تضييق الخناق على كل وسائل الإعلام ونجح مرة بسياسة الإغراءات ومرة بسياسة التهديدات في التغلغل في وسط أغلب وسائل الإعلام وسيطر على خطها التحريري. وفي فترة قصيرة أصبح كل شخص ينتقد بن علي أو واحد من مسؤوليه متهم بالخيانة والتآمر على أمن الدولة، ونجح بن علي في تغييب فئة كبيرة من الشعب التونسي على الواقع المر اللي أصبحت تعيشه البلاد. ومع الوقت تم إصدار قرارات تدريجية أفضت إلى منع كل الأحزاب المعارضة باستثناء بعض الأحزاب اللي كانت تقوم دور المعارضة الكرتونية من ممارسة الأنشطة السياسية. ونجح بن علي والمقربين منه في تكريس ثقافة الحزب الواحد وجعله من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الخيار الوحيد والأوحد أمام الشعب التونسي في ظل قيامه باعتقال كل كوادر قيادي الأحزاب المعارضة من إسلاميين ويساريين وغيرهم، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن فترات طويلة وصلت حتى للسجن المؤبد. عقوبات شملت حتى أفراد عائلات المعارضين والمقربين منهم اللي تعرضوا لكل أنواع الاضطهاد والتنكيل، وما تمش استثناء للشيوخ ولا النساء ولا الأطفال. أواسط التسعينات اقترنت بداية ظهور مافيا طرابلسية على الساحة، ونجح أقارب ليلى بن علي زوجة المخلوع في تكوين إمبراطورية شملت كل القطاعات والميادين بلغت ثرواتهم أرقام فلكية، ونجحوا في الدغلغل في كل المشاريع والشركات الناجحة فرض عقود شراكة على كل صاحب مشروع مقابل توفير الحماية وعدم الإضرار بمصالحه. حصلوا على مبالغ طائلة من البنوك من دون تقديم أي ضمانات، وتمكنوا في فترة قصيرة من فرض هيمنتهم على القطاع العام، ونجحوا في تحويل كل فوائد الصفقات العامة لحسابهم الشخصي. وفي الوقت اللي كانت ثروات عائلة بن علي والطرابلسي تتضاعف كان الشعب التونسي يعاني من تدهور كبير في مقدرته الشرائية. ارتفعت معدلات البطالة، انعدمت مشاريع التنمية في الجهات، وعرفت تونس مرحلة كبيرة من الركود الاقتصادي ارتفعت فيه نسب العائلات اللي تعيش تحت خط الفقر، وعانت الجهات الداخلية من تهميش كبير حتى أنه جل الملاحظين الغربيين جزموا بأنه الوضع في تونس أصبح يهدد بالانفجار. 23 سنة كانت هي الفترة اللي قضاها بن علي في الحكم. 23 سنة حكم فيهم بن علي تونس بقبضة من حديد، ونجح في إخماد كل مظاهر التحركات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية على غرار ما جرى في أحداث الحوض المنجمي 2008 حتى 17 ديسمبر 2010، التاريخ اللي أقدم فيه شاب تونسي من سيدي بوزيد على حرق نفسه في حادثة مثلت الشرارة اللي أجت نيران احتجاجات في تونس. انتفضت جميع الولايات من الجنوب للشمال وخرجت التوانسة للشارع وطالبوا بحقهم في حياة كريمة، ورفضوا إعطاء فرصة ثانية للنظام أذاقهم كل أنواع القهر والظلم، ورفعوا في وجهه شعار ديجاج. تفاقمت الاحتجاجات شملت المظاهرات كل المدن التونسية حتى اليوم اللي نجح فيه التوانسة في زعزعة عرش الطاغية، والأكيد أنه تاريخ 14 جانفي 2011 باش يقعد محفور في أذهان كل التونسيين. جانفي 2011 كان هو تاريخ فرار بن علي وعائلته من تونس في اتجاه السعودية. فرح الشعب التونسي بنجاح ثورته، تعدت الحكومات ولكن كثرت الصراعات السياسية، ونجح كل السياسيين بلا استثناء في تفريق التوانسة وغرس مشاعر الحقد والكره بين أفراد الشعب الواحد. وعاشت تونس فترة من الاضطرابات والتخبط دامت قرابة 3 سنين حتى نهار 31 ديسمبر 2014 الموعد اللي تم فيه إجراء ثاني انتخابات ديمقراطية في البلاد.
تولى رئيس الحكومة شخص عمل من أول لحظة على لم شمل التوانسة، وألقى في أول يوم ليه خطاب توجه به للشعب التونسي أعلم فيه على ميلاد تونس جديدة، تونس الحرية، تونس العدالة، تونس وحدة والكل التونسيين. قام بعرض برنامج لخص فيه كل الصعوبات والأزمات اللي تعرفهم البلاد في مختلف القطاعات، وأعطى تصوره للبرامج والحلول الكفيلة بتحقيق حلم كل التونسيين في النهوض ببلادهم، وذكر في آخر خطابه كل التوانسة بالمسؤولية اللي يحملوها أمام الله وأمام التاريخ، وحثهم على استرجاع ذكريات أول أيام ما بعد الثورة إذا كانت عندهم رغبة في إنجاح ثورتهم. أحدث الخطاب نوع من الرجة النفسية في عقول كل التوانسة، وتذكروا الرجال وأولاد الحومة اللي عدوا الليالي عسوا على ديارهم وديار غيرهم. ذكر التوانسة الرجل الكبير اللي كتب على نصبته اللي ما عندهش ياخو بلاش. ذكروا دموع الفرحة في عينين الراجل اللي قال هارمنا، وصوت المحامي في شارع الحبيب بورقيبة اللي عايت بن عليه رب. المجد للشهداء والحرية للتوانسة. تولدت عند كل أفراد الشعب التونسي عقلية جديدة، عقلية فلسفتها الوحيدة تونس فوق الجميع. قلت الإضرابات والاعتصامات، وأصبح العامل التونسي مثال يحتذى به في كل بلدان العالم. ومن جهتها رفعت الحكومة شعار الكفاءة في تعييناتها، حاربت الفساد والرشوة، ونشحت مساعدة أفراد الشعب في القضاء على كل بؤر الإرهاب. قامت الحكومة باستثمار قسط كبير من ميزانيتها في التعليم والبحث العلمي، وقامت بضخ مبالغ طائلة في الجهات المعدمة بهدف إعادة إحيائها والتشجيع على الاستثمارات فيها. بدأت بوادر التحسن تظهر على الحالة الاقتصادية للبلاد، ونشحت الحكومة بتسهيلها لمنح القروض في توجيه الشباب العاطل نحو بعث المشاريع الصغرى. عمت التكنولوجيات الحديثة كل القطاعات، وعرفت السياحة والصناعة انتعاشة كبيرة، وفي ظرف 6 سنين تمكنت تونس من التخلص من تبعيتها للخارج بعد لأ أصبحت قادرة على توفير أكثر من 80% من حاجياتها الغذائية. اليوم تونس هي القوة الاقتصادية الأولى في أفريقيا والعالم العربي، والقوة رقم 20 في العالم. تحسن مستوى عيش المواطن التونسي بعد ارتفاع مستوى الدخل الفردي من 2400 دينار ل 12000 دينار في العام. انخفضت البطالة لأقل من 3%، وبعد لكان تونس غير قادر على تسديد ديونها للصندوق الدولي، اليوم تحتكم تونس على احتياطي نقدي يفوق 50000 مليار. كانت هذه حلمة اليوم من تونس، حلمتكم انتوما يا توانسة، في ديكم تخليوها حلمة وفي ديكم تردوها حقيقة. هذه كانت حلمة الناس اللي ماتوا باش احنا نعيشوا، حلمة الناس اللي خسروا حياتهم في الحبوسات، حلمة ام وبو كل جندي مات باش يحمينا، مات باش تونس ما تموتش. وما تنساوش زادة اللي هذا حلمة ولدي وولدك، حلمة طفل صغير يحلم بنهار غدوة، خمم فيه وخمم في البلاد اللي باش تخليها له. فكروا مليح في حلمتكم، وتذكروا ايامات الثورة، ذكروا حبنا وخوفنا على بعضنا، ذكروا دموع الفرحة نهار 14، وتذكروا بكينا على كل واحد مات قبل وبعد الثورة. البارح بكينا باش غدوة نضحكوا، وغدوة ماهوش بعيد، غدوة يبدأ اليوم، غدوة يبدأ توا. صدقوني الصعيب تعدى، وإن شاء الله الجاي خير. والشعب اللي أعطى للعالم درس بثورته من حقه باش يحلم. نصيحتي للتوانسة، كونوا يد واحدة، أمنوا برواحكم، احلموا وقولوا يس وي كان. تحية تونس. يس وي كان. يس وي كان.